السلام عليكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من حديث 2015. منذ الساعات الأولى لانطلاقها صاحب انقسام المواقف الرسمية للدول العربية عملية عاصفة الحزم، انقسام لم ينسحب على شاطئ أي الانقسام الفلسطيني حركتي فتح وحماس. فبينما افترقت الحركتان منذ نحو عقد تقريبا، في كل شيء تقريبا تناغمتا كما تجلى من التصريحات الصادرة من بعض قياديها. فبينما أعلنت حركة حماس وقوفها إلى جانب الشرعية ووحدة اليمن، أبدأ الرئيس محمود عباس تأييدا لغارات تحالف المملكة العربية السعودية على اليمن، تأييد بلغ ذروته في دعوة للرئيس محمود عباس بحوار مع صحيفة الأيام الفلسطينية إلى تكرار تجربة عاصفة الحزم مع دول تعاني ما سماها الفتن الداخلية والانقسامات والانشقاقات مثل سوريا والعراق وفلسطين وليبيا والصومال. دعوة انعكس صداها بأن تطالب حركة حماس جامعة الدول العربية بمعاقبة أبو مازن على هذه الدعوة. في حلقة الليلة من حديث 2015 نقف عند دوافع وخلفيات الموقف الفلسطيني الرسمي من تأييد المملكة العربية السعودية بخيارها في اليمن، وتموضع موقف حركة حماس في ذات الزاوية وسط حديث عن تقارب سعودي معها. كيف تتأثر القضية الفلسطينية؟ أي الخيارات تمتلك ضفة الخلاف الفلسطيني في لعبة محاور في المنطقة تحمل عنوانين رئيسيين: الاتفاق النووي الإيراني وعاصفة الحزم على اليمن؟ ما مصير المصالحة وخيار المقاومة؟ معنا في هذه الحلقة هنا في الاستوديو الباحث والكاتب الفلسطيني السيد تيسير الخطيب، كذلك معنا من لندن رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية السيد عبد الباري عطوان، وعبر الهاتف ينضم إلينا أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح السيد أمين مقبول، والقيادي من حركة حماس السيد محمد الكتري سيكون معنا عبر الهاتف أيضا من قطاع غزة المحاصر. أهلا بضيوفنا من انضم وسينضم إلينا. وقبل الخوض في تفاصيل ومحاور النقاش في هذه الحلقة، نتوقف مع تقرير يجمل لنا الموقف الفلسطيني من التطورات في اليمن، أعده الزميل أحمد شلدان. متابع إذن. تطورات إقليمية متسارعة مرت بها المنطقة العربية خلال الأيام الأخيرة، اتفاق إيراني مع الغرب وتحالف عشري بقيادة السعودية ضد اليمن وصلت آثاره إلى قطاع غزة بإصدار الفصائل العديد من المواقف. يعني نحن في الجبهة الديمقراطية من الخطأ أن نقحم أنفسنا كفلسطينيين في إطار أي أزمات عربية داخلية، وندعو دائما إلى اللجوء إلى طاولة الحوار لحل كل التباينات بما فيه في اليمن بما يمكن الوصول إلى حل سياسي يعزز وحدة اليمن. حماس أعلنت في بيان لها وقوفها إلى جانب الشرعية ووحدة اليمن، موقف تبعه صمت مطبق من قيادة الحركة وسط حديث عن تقارب سعودي مع حماس. أعتقد أن سليمان بدأ يرتب أوراق السعودية باتجاه إيجاد تحالف سني، والإخوان جزء من هذا التحالف، وأعتقد أن هناك تقارب واضح بين المملكة السعودية والإخوان المسلمين وحماس. أيضا هناك تقارب بينها وبين السعودية وإن كان حتى الآن غير واضح المعالم. تأييد السلطة وبعض الفصائل أحداث اليمن ومعارضة أخرى لا تنطبقان على ما يبدو بأي حال على الشارع الغزاوي. كفلسطينيين نحن نفضل دائما أن نبتعد عن الأمور السياسية ونتحدث عن منطقة عربية تحصل فيها صراعات كثيرة. لازم إحنا نكتسب جميع الدول العربية بصفنا، وهذا وإحنا عدونا واحد وهو فقط إسرائيل فقط لا غير. ويراقب سكان غزة باهتمام التطورات العربية والدولية وسط آمال بأن تنعكس إيجابا على القطاع المحاصر. ويبقى الفلسطينيون دوما في بؤرة المتغيرات الإقليمية، بينما يتركز سعيهم على محاولة توحيد الجهود العربية والإسلامية بما يخدم القضية الفلسطينية ويعيدها إلى سلم الأولويات. أحمد شردان، غزة، الميادين. نبدأ النقاش وأبدأ معك مباشرة سيد تيسير الخطيب. يبدو لافتا وهذا ما سجل حتى في الكثير من الأقلام الصحفية أن نرى لفريقي الانقسام الفلسطيني هذا التناغم أو الاتفاق على الموقف من عاصفة الحزم في اليمن. حتى الموقف الرسمي الفلسطيني أن يأتي ويصب تأييدا في هذه الغارات، هل لك تفسير خاص؟ ما الذي يدفع اليوم لنسمع مثل هكذا مواقف؟ أتصور أنه لابد أن نفرق بين الموقفين، موقف القيادة الرسمية الفلسطينية وموقف حركة حماس. نبدأ بموقف حركة حماس. البيان الذي أصدرته حركة حماس
أصدرته وكأنها مضطرة له. يعني لا يوجد ما وجدناه من اندفاع في موقف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. حماس اضطرت لهذا البيان وحاولت أن تصوغ هذا البيان بعبارات يعني تحفظ لها التوازن في علاقاتها بين المعسكرين يعني المتصارعين في المنطقة. يعني المشكلة الأساسية أنه لا يستطيع أي فلسطيني، ونحن رأينا من خلال استطلاع الرأي، لا يستطيع أي فلسطيني بأي حال من الأحوال أن يؤيد حملات جوية قصف على شعب آخر، لأن الشعب الفلسطيني عانى من هذه المسألة. والأغلبية الفلسطينية بغض النظر عن هذه المواقف التي نراها بين قيادة السلطة الفلسطينية وبين حماس، والتي نميز بينهما يعني إلى حد ما، بغض النظر عن هذه المواقف، هذه المواقف ليست لها شعبية أو ليست لها يعني تأييد في داخل الساحة الفلسطينية. ما حدث للأسف الشديد هو أن الفلسطينيين الذين يجب أن يحيدوا أنفسهم عن هذه الصراعات، يجب أن يكون همهم تجميع الجميع حول قضيتهم المركزية، الفلسطينيين أصبح لديهم. طب هذه نقطة مهمة. نعم. لأنه بحضور الرئيس أبو مازن للقمة العربية، لا أدري إلى أي حد كان يجب أن يكون هناك موقفا يتحدث عن تهميش للقضية أو تراجع كبير لمكانة القضية الفلسطينية. هو لم يتحدث، حتى في القمة العربية، لكن جيد محاولة المقارنة التي. نعم. وضعتها لخلق تمايز بالموقفين. يعني أعتقد أو خلفيات المواقف بين حركة حماس. نعم. والسلطة. يعني اعتقد على ما تقصد في الاندفاع التي تحدثت يعني عنها؟ الاندفاع هو تحدث ايد العمليه. طبعا العمليه ليست عمليه سياسيه، العمليه هي عمليه عسكريه، وهذه العمليه العسكريه مفرداتها في الواقع هي القصف الميداني، القصف السجادي، تدمير البنيه التحتيه في اليمن. فلا يجوز لقائد فلسطيني، خصوصا الفلسطينيين انفسهم الذين عانوا هذه الحروب، وكانت الحرب الاخيره يعني من وقت قريب، لا يجوز لهم اخلاقيا ان يقفوا. طيب. مع عمليات عسكريه ضد شعب اخر. بس ما اريد ان اقوله انه، وباختصار شديد، انه للاسف الشديد لا توجد مراجعات في داخل الساحه الفلسطينيه. لقد اخطات القياده الفلسطينيه عندما تدخلت في حرب الخليج الاولى، وها نحن نعيد نفس الاخطاء مره اخرى. ولو تعودنا كفلسطينيين باننا نصر على عدم التدخل أو عدم القبول بإحراجات إصدار المواقف، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. أجريت أيضا مقارنة مهمة للموقف الفلسطيني، وفي لحظة أيضا كانت حساسة عندما تحدثت عن حرب الخليج الأولى. دعنا أنقل كل ذلك نفهم، ربما يعطينا السيد أمين مقبول بعد أن نرحب به، وهو أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، معنا عبر الهاتف من نابلس، يعطينا تفسيرا. وصف السيد تيسير الخطيب الموقف الرسمي، ما سمعناه من السيد أبو مازن، بالاندفاع، وأنه أخلاقيا لا يجب لرئيس الفلسطيني أن يكون مع غارات على الشعب اليمني. مساء الخير للجميع. بداية، في الحقيقة نحن دائما نسعى إلى النأي بأنفسنا عن التدخل في الشأن العربي الداخلي، وفي معظم الأحيان وفي غالب الأحيان كنا يعني لا نطلق تصريحات ولا نعبر عن مواقف إزاء ما يدور هنا وهناك في الساحة العربية، وخاصة في السنوات الأخيرة وما نراه من حالة من التمزق وحالة من الحروب الداخلية في الوطن العربي. وبالتالي هذه هي السياسة المتبعة للقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. في موضوع اليمن أنا تابعت وقرأت وسمعت كلمة الأخ الرئيس أبو مازن، وفي الواقع هناك تشويش وتغيير لبعض الكلمات التي والمصطلحات التي تحدث بها الأخ الرئيس. طيب لو تنورنا في الذي ستطرحه. ونحن فقط نقلنا ما عن حوار أجرته معه صحيفة الأيام الفلسطينية في المقدمة بما له علاقة بتكرار تجربة عاصفة الحزم مع دول كما قال تشهد انقسامات وانشقاقات مثل اليمن، سوريا، الصومال وفلسطين وليبيا. نعم نعم، هو قال أن هناك حالات من
المشاكل والانشقاقات والانقسامات في أكثر من بلد عربي وحبذا وفي فلسطين من بينها، وحبذا لو أن الدول العربية تتدخل أيضا لإنهاء هذه الإشكالات، ولم يقصد أن تتدخل في فلسطين كما تتدخل في اليمن، وأوضح هذا الموقف فيما بعد في أكثر من تصريح، ولكن البعض يأخذ يعني ما يريد ليعلق عليه كما يشاء. طب دعنا نأخذ منك المفيد سيد مقبول، عذرا للمقاطعة، كيف يمكن أن تفسر لنا الفارق أنه لا يريد أن يكون هناك تدخل في فلسطين لكن مقبول في اليمن، مقبول في ليبيا، مقبول في سوريا؟ لماذا خرجت السلطة الفلسطينية أو الموقف الرسمي الفلسطيني عما شهدناه من النائب النفس التحييد عن الصراعات الداخلية؟ ما الذي يدفعها تحديدا في اليمن أن تذهب لمثل هكذا موقف؟ هناك إجماع عربي على تأييد ما جرى وما يجري من تدخل في اليمن، وبالتالي القيادة الفلسطينية وقفت مع الإجماع العربي، وبالتالي بكلمات واضحة ومحددة ولم تخرج عن السياق في هذا المجال. وأعتقد أي أن من يراجع خطاب السيد الرئيس في القمة يدرك أن هناك حذر في استخدام الكلمات، وبالتالي لم يكن هناك تأييد مطلق للعملية العسكرية، ولكن هناك تأييد بالتأكيد لإنهاء حالة الفوضى لصالح الشعب اليمني. طيب هذا جانب آخر. سأعود للجانب الآخر. طيب. وأنت تتحدث عن ضرورة يعني انسجام الموقف الفلسطيني الرسمي مع حالة الإجماع العربي، هذه نقطة مهمة. لماذا تطالب السلطة الفلسطينية بكل ما لديها من مشاكل وهشاشة أساسا في الدعم أن تكون في موقف لا تفعله الدول العربية الأخرى، وقد رصدنا لمواقف دول عربية، لكن لو تسمح لنا فقط حتى نقف أيضا عند موقف حركة حماس، الحذر في استخدام الكلمات، قال سيد أمين مقبول في توصيف لكلمة الرئيس محمود عباس في القمة العربية، أيضا ضيفنا في الاستوديو اعتبر أنه موقف حركة حماس كان مصاغا بطريقة دقيقة. وهنا أرحب بالسيد محمد الكتري معنا عبر الهاتف من قطاع غزة المحاصر. هل لك أن توصف لنا حقيقة الموقف لحركة حماس من عاصفة الحزم؟ لأنه قيل وكأنه مصاغ بطريقة دقيقة. طلال عوكل كتب بأنه يحمل شكل موقف بلا موقف. نحن نؤيد الشرعية ومع وحدة اليمن. يعني حقيقة نحن حذرين جدا في أي خلاف عربي فلسطيني أو إسلامي حقيقة، لأنه ما يهمنا كمسلمين وسكان أرض فلسطين مساقطع غزة المحاصر الذي شنت عليه في فترة وجيزة ثلاث حروب، وقتل وذبح ودمر ما شاهده الجميع. نحن نأمل أن تكون الأمة العربية والإسلامية أن تقف صفا واحدا وتتجه بنادق الأمة العربية والإسلامية باتجاه بيت المقدس، وأن يكون الكل العربي والإسلامي متحد باتجاه فلسطين وباتجاه بيت المقدس للسعي لتحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني. لكن سيد الكتري حقيقة الموقف لو سمحت لي لحركة حماس، النص يقول أنه تأييد الشرعية في اليمن، هذا ما حقيقة تحمله أو ترفعه عاصفة الحزم في دوافعها عندما طرحت الموضوع، وكأنه هناك تأييد غير معلن لهذه العمليات. وحدة اليمن والحفاظ على هذه الوحدة للبلاد هو مطلب عام فضفاض. الخلفيات التي نسمعها للموقف انه هناك محاوله لارضاء لمحورين، لا تريد ان يعني تاخذ موقف من السعوديه ولا من ايران. يعني احنا حقيقه نعرف موقف بالذات في اليمن بجميع التوجهات والمذاهب في داخل اليمن، لم تقف اي من الاحزاب او يعني المسائل الفقهيه في اليمن ضد القضية الفلسطينية، بل الكل في اليمن كان متحد ومتفق باتجاه قضية فلسطين. موضوع اليمن موضوع حساس جدا ويحتاج إلى دقة في التعامل. قضية يعني الدول العربية وقضية المواجهة في داخل اليمن والخلاف أو الاتفاق، نحن كتنظيم لم نشاور لا من قريب ولا من بعيد، سواء من اختلف أو من اتفق،
نحن ندعو الجميع لوحدة الصف، الاتفاق فيما بينهم، إنهاء المشاكل والخلافات بغض النظر من أيام الأخ علي عبد الله صالح أو بعد الثورة. طيب سيد الكتري، عذرا للمقاطعة، طالما حركة حماس كما نقل عن السيد محمود الزهارة القيادي في الحركة تقول أنه هي لا مع الحرك مع الحرب على اليمن وليست ضد الحرب على اليمن، طالما لا تستطيع أن تقول موقفا واضحا، لماذا تخوض أساسا في تفاصيل بهذا الشكل؟ أقول فقط نقلا عن سيد محمود الزهار، يقول أنه الحركة ليست مع الحرب على الحوثيين كما قال وليست ضدها في الوقت ذاته، طالما لا تستطيع أن يكون لديها موقف جلي من تطورات في اليمن، لماذا أساسا تضع نفسها في هذا المكان؟ لماذا لم تصمت لربما أو تحجب نفسها عن إطلاق مواقف؟ يعني موضوع اليمن موضوع حساس جدا وبكل وضوح حقيقة، سواء ممثل الحركة في داخل اليمن أو معظم الإخوة الذين دخلوا اليمن لم يعترض أي منهم لتعامل أهل اليمن بخلاف واقع دولة أخرى. معظم أهل اليمن بخلافاتهم وتوجهاتهم السياسية كانوا مع القضية الفلسطينية، وكان موقفهم من أكثر المواقف مشرفة باتجاه القضية الفلسطينية. نعمل أن يعني سواء خلافات أهل اليمن أو الأمة العربية والإسلامية أن يتفق الجميع وأن تتجه وأن يتفق الجميع، وهذا ما نتمناه جميعا. وكنت أسألك عن الآليات للموقف حماس، أنا أسألك لماذا حماس أصرت أن تصدر موقفا فقط، لماذا لم تحجب موقف أو عدم إطلاق موقف، ما الهدف من أن تصدر موقفا ليس واضحا؟ قضية اليمن قضية حساسة جدا، يعني إن كنا نؤيد الإخوة الحوثيين أو الإصلاح أو الرئيس الحالي أو الرئيس السابق، نحن معنى ذلك سنؤيد القتل في داخل اليمن. نحن بعيدين عن القتل وبعيدين عن دخول في داخل اليمن. نسأل الله أن يتفق الجميع وأن تتجه بعادتكم باتجاه بيت المقدس، لأنه نحن نعرف ما حدثنا صح حرب 51 يوم، بل 51 يوم يعني أتذكر يمكن أقول إنه 51 يوم كان 51 سنة من أبناء الشعب الفلسطيني، وكنا نأمل أن تصل النصرة لأبناء فلسطين ولم يفعلها العرب. وهذه نقطة الآن تتكرر مرة أخرى بمكانة القضية الفلسطينية، التحركات العربية منذ تشكيل الجامعة العربية والتي يفترض شكلت من أجل القضية الفلسطينية. سنعود هذه النقطة، تبقى معنا سيد الكتري وأيضا سيد أمين مقبول. أعود بشكل سريع، تريد أن تعلق سيد تيسير الخطيب دونت بعض الملاحظات، من بينها وأهمها أنه ما الذي تمتلكه السلطة اللي حتى نطلب منها أن تكون في موقف مغاير لمواقف غالبية الدول العربية، أفضلهم تحفظ الذي اعترض سوريا العراق، حتى سوريا ليست في الجامعة الآن طبعا مجمدة. لابد أن نقول أنه كل موقف تورط فيه الفلسطينيون في الصراعات العربية عاد بالويل والثبور وعظائم الأمور على الفلسطينيين منذ اتخاذ الموقف تجاه حرب الكويت أو حرب الخليج الأولى. يعني رأينا المصائب التي حلت بالشعب الفلسطيني. القيادة الفلسطينية لسبب أو لآخر لا تملك الإرادة الكافية الحازمة الحاسمة لتقول العرب ولتؤكد هذه المقولة دائما. يعني عندما نؤكد هذه المقولة دائما سنرسخ هذه المقولة بأننا كفلسطينيين لا نستطيع أن نتخذ مواقف في تأييد طرف على طرف في سياسات أو تناقضات عربية بينية. أريد أن أذكر السيد مقبول يقول بأنه هم اضطروا من أجل الإجماع العربي. يعني أنا أذكر بموقف السيد محمود عباس تجاه ما حدث في سوريا، لم يكن هنالك موقف، يعني لم يكن، كان هناك شبه إجماع عربي تجاه سوريا، ولكن السيد محمود عباس لسبب أو لآخر وضمن حسابات أراها سليمة لم يتخذ موقف يؤيد الدول العربية التي كان لها موقف من سوريا. إذن هذه سابقة كان يجب أن نبني عليها. المشكلة في الوضع الفلسطيني أننا نعيش أوضاع فيها سياسات بدون رؤى ومسارات بدون خرائط.
دائما نضطر إلى تكرار تجربة الخطأ مرة بعد مرة. لأطرح الآن تصور قائم على التخيل، يعني لنفترض أنه لا يوجد انقسام فلسطيني، يوجد وحدة داخلية فلسطينية، هنالك يعني لا يوجد هناك ما يمكن أن يقتحم أو يخترق الموقف الوطني الفلسطيني. أعتقد الفلسطينيين كانوا يستطيعوا أن يقولوا أن لا شأن لنا بهذه الحرب، لا نستطيع أن نعلن موقف. طب حتى نقف ربما خلف أو الوقوف على الخلفيات، يعني السلطة بحاجة للمملكة العربية السعودية، موضوع المال مهم جدا والتمويل، الأردن رئة وحيدة اتفس منها الضفة الغربية في الدعم يعني لهذا التحالف موجود فيه، مصر يعني هي معقودة عليها الآمال بمعنى أن يكون هناك عودة للسلطة إلى القطاع لإعادة لم في ولاية واحدة مع الضفة الغربية وإلى ذلك، خلفيات تبدو يعني مرممة أو حوامل لموقف السلطة جيد الفلسطينية. ما الذي يقدم أمامها من خيارات أخرى؟ جيد، أساسا هو السلطة الفلسطينية لا تملك شيئا لتقدمه، سواء أعلنت تأييدها لهذا الطرف أو لذاك الطرف. السلطة الفلسطينية كانت مثلا على علاقة جيدة مع اليمن، مع الشعب اليمني، مع علي عبد الله صالح الرئيس السابق، يعني بمعنى أنه هذا الموقف يعني لا يحمل بصراحة ما يمكن أن يعتبر موقف أخلاقي أو تاريخي. بمعنى أنه نفترض أنه اليمن هي التي ضربت السعودية، ولكن اليمن كانت هي الدولة الأغنى والدولة الأقوى، الموقف الفلسطيني سيكون يؤيد اليمن ضد السعودية. يعني لا يوجد محددات أساسية لها علاقة بالرؤى التي تتعلق بالقضية الفلسطينية أو بالموقف الأخلاقي الذي يتعلق بما يمكن أن يتخذ الإنسان من مواقف تجاه القضايا المختلفة. دعني أنقل هذه النقاط للسيد أمين مقبول للتعليق. سيد أمين مقبول، نقطة كررها ضيفنا في الاستوديو، موضوع مراجعة الحسابات، عدم تكرار الأخطاء وعرض لحرب الخليج الأولى. الموقف الفلسطيني أيضا تحدث حول الملف السوري، وهو الملف الأعقد والأكثر ربما اهتماما وحساسية بالنسبة للدول العربية، كان هناك تحييد للموقف الرسمي الفلسطيني. كيف تعلق على هذه النقاط؟ نعم صحيح، يعني الأمور تختلف من هنا إلى هناك في سوريا، في اليمن، في ليبيا. في سوريا هناك مئات آلاف الفلسطينيين يقيمون في سوريا، وبالتالي القيادة الفلسطينية عندما نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السوري وإطلاق مواقف وتصريحات إلى جانب هذه الجهة أو تلك، كانت ترعى بذلك المئات آلاف الفلسطينيين المقيمين في سوريا، والتي كانت تخشى أن يتعرضوا إلى انتقام هنا وهناك، سواء أخذت موقف إلى جانب هذه الجهة أو تلك. هذا البعد الواضح، وبالتالي هذا أيضا بعد مقبول ومبرر، والدول العربية مختلفة تقبلته لأنها تعرف مخاطر اتخاذ موقف إلى جانب هذه الجهة أو تلك على الفلسطينيين في الموضوع السوري. هذا مفهوم ومعروف ما أسبابه وأبعاده. الموقف من اليمن هو موقف له علاقة في موقف عربي، أعتقد أن هناك إجماع عربي، وهذا الإجماع يتحدث عن وحدة اليمن وضرورة أن ننهي الصراع في اليمن وأن نثبت الشرعية في اليمن، وهذه مصطلحات لا يختلف عليها اثنان. تبقى القضية يعني الحرب، نحن بالتأكيد يعني في حركة فتح نشعر بالأسى والألم بالتأكيد لما يجري في اليمن، للحرب الداخلية وللحرب الخارجية، كل ذلك بالتأكيد نحن نشعر بألم وانزعاج. طب وهذا مفهوم وهذا مطلوب الداخلية. لكن إلى أي حد اليوم عندما تتحدث السلطة الفلسطينية وهي تنحى باتجاه المجتمع الدولي يعني تحرير القضية الفلسطينية من سنوات فشل للمفاوضات، وهي ترفع شعار المقاومة الشعبية، ترفض خيار فعلا حتى المقاومة المسلحة في شكل من الأشكال، وهو واحد من الخلافات في الجوهر بين حركتي فتح وحماس في أسلوب النضال نتحدث حاليا، تؤيد أن يكون هناك عمل عسكري على شعب يمني. هذه مفارقات لا يمكن إغفالها سيد مقبول. سيد مقبول تسمعني؟ أولا يعني القيادة الفلسطينية وحركة فتح لا ترفض الكفاح المسلح، هي
لها موقف وليس هذا موضوعنا على كل حال. وبالتالي هي ترفض بشكل عام إراقة الدماء العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن بشكل كامل، وبالتالي هذا أمر يعني محسوم وواضح. المسألة أكثر تعقيدا من يعني مسألة أنه هناك حرب أهلية داخل اليمن أو هناك ثورة شعبية أو هناك مقاومة شعبية. هناك حسابات عديدة جدا ساعة اليمن وعلاقاتها وإيران وباب المندب وغير ذلك من حسابات. هناك حسابات معقدة في اليمن تختلف عن حسابات بلد عربي آخر. هذا هو الكلام، هذا الجوهر. سنتقف عنده بعد الفاصل لو سمحت، اعتذر للمقاطعة، مضطرون لفاصل، لكنك أسست للمحور المقبل الموضوع أكثر تعقيدا من أن نراه أزمة داخلية في اليمن، هناك حسابات مصالح في الإقليم. كيف ستتأثر القضية الفلسطينية بذلك؟ أين ستقف حسابات كل من طرفي الانقسام في بالمشهد الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس؟ هل يمكن ربما التحالف مع الحلف الجديد أن يؤسس لمصالحة؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا بعد الفاصل. أطلب منكم مشاهدينا أن تبقوا معنا رجاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من حديث 2015. نجدد الترحيب بضيوفنا، وأنتقل إليك سيد محمد الكتري، أنت معنا من قطاع غزة المحاصر. قبل أن أنتقل للنقطة التي انتهى فيها سيد أمين مقبول في جوهر المشهد اليمني، هناك ليس فقط خلاف وأزمة داخلية، هناك تعقيدات أكبر بكثير من ذلك، هناك مصالح وحسابات لدول ذات وزن في المنطقة. يبدو أن رقعة الجغرافيا اليمنية هي الساحة الآن. أين تتموضع فصائل فلسطينية من ذلك؟ سأسألك عن هذا، لكن كون قطاع غزة مؤخرا تعرض لأبشع أنواع الغارات مباشرة على اللحم والدم الفلسطيني، اليوم نشهد أيضا غارات لتحالف المملكة العربية السعودية، طال أحياء سكنية، طال البناء التحتية لليمن. هل يفترض أن يكون هناك موقف من حركة حماس من ذات الوجع تتحدث عن مثل هكذا استهدافات أو انتهاكات؟ يعني موضوع اليمن يمكن أنا بشاطر الإخوة اللي تحدثوا أنه موضوع حساس جدا، وحقيقة يجب أن يكون الكل العربي أن يتجه ويتحد لنصرة فلسطين حقيقة، وأن لا تكون الخلافات داخلية، لأنه أن نشاهد الخلافات والقتال الداخلي في الدول العربية. والله يا سيد الكتري لا أريد أن أقاطعك، وأنا أعرف أن المشهد اليمني حساس، وأكثر من ذلك موقف حركة حماس حساس، ولكن أنا أسألك عن حركة حماس تحديدا. كيف يمكن لشعب يطالب بقضية، وتحدث عن القيادات عذرا، القيادات الفلسطينية، التنظيمات الفلسطينية، أن تريد للعالم أن يجمع معها على نصرة لما يتم انتهاكه بحق الشعب الفلسطيني، من بين هذه الأساليب تلك الغارات التي استهدفت البنى التحتية في قطاع غزة المحاصر، الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، كيف تريد لها للعالم أن يؤيدها ويدعمها وهي لا تستطيع أن تصدر موقفا مماثلا مع شعب يعني يماثلها أبناء الجلدة واللغة والتاريخ، وحتى عذرا ليس فقط الديانة وفي تفاصيلها أيضا الطائفية عذرا؟ يعني الموضوع في الذات في موضوع اليمن يعني تحدث خلافات داخلية بين أهل اليمن، وجزء منهم نصرة للفئة يعني السابقة لصالح أو الحوثيين والرئيس الجديد. أمور اليمن حساسة جدا، نحن لسنا مع الاقتدار الداخلي، لسنا مع القتل ما بينهم، نحن مع أن يتفق الجميع وأن ينهوا الخلاف حقيقة وأن يختصروا الطريق، لأننا لا نحتاج أن نرى كل يوم دم، ولا نحتاج أن نرى شهداء أن تضيع الدماء والأموال. طيب. هكذا
بدون ثمن. طيب غياب الموقف الصريح لحركة حماس يبدو أيضا، أفهمك سيد الكتري معك، أريد أن أقف عند خلفيات وسأعود إليك، لكن سيد تيسير الخطيب يريد أن يعلق في ما له علاقة في خلفيات المواقف وتحديدا للمصالح، نقطة مهمة تحدث عنها السيد أمين مقبول وبات يتم الحديث عنها بشكل علني حتى بالنسبة لتحالف المملكة العربية السعودية، تتحدث عن نفوذ إيراني تحارب ذلك النفوذ، نرى تحالفا البعض حمله طابعا سنيا إنجاز التعبير، إلى أي حد نحن يمكن أن نرى مكانا لفصائل فلسطينية للسلطة الفلسطينية في مثل هكذا تحالف؟ ما الذي تحصده؟ يعني أنا أقول بأنه الموقف الفلسطيني يجب أن يعبر عن القضية الفلسطينية، الموقف الفلسطيني يجب أن لا يصرف كموضوع له علاقة بالعلاقات العامة والمصالح. نحن لا ندعو أنه القيادة الفلسطينية تصدر موقف يعني تهاجم فيه مثلا السعودية، لأنه نعرف بأنه لا تستطيع هذا الأمر، أو تقف مع ضد القصف مثلا، ولكن نريد موقف، نؤسس موقف في داخل الساحة الفلسطينية وعند جميع الفصائل أننا كفلسطينيين لا تطلبوا منا يا عرب وأنتم تتخلون عن مساعدتنا. يعني الموقف السعودي بعد يعني تقريبا أيام طويلة جدا في حرب غزة الأخيرة صدر موقف من السعودية بعد 10 أيام أو 15 يوم. إذا نحن لا يعني نحن بدل أن نكون في الموقف الذي نتحد فيه كأفرقاء فلسطينيين مع بعضنا البعض ثم نفرض على الآخرين بأنهم لا يأتوا ويطلبوا منا مواقف وإنما يعطونا مواقف، وأنه إحنا مواقفنا في القضية الفلسطينية لا يمكن أن تعتبر مواقف يعني نصنع من خلالها علاقات عامة. يعني أنا رأيت السيد محمود عباس في مؤتمر القمة وأنا أنصت يعني بدقة لما قال، وأنا أنصفته في الموقف الذي اتخذه في سوريا، كان كلامه أنه يقول أنه نحن هذا الأمر نباركه بل أننا ندعو إلى أن يحدث مثله في داخل فلسطين. يعني كيف يمكن أن نفهم هذا الأمر؟ بالمناسبة أنا أريد هنا أن أتوجه للجميع وأقول بأنه الشعب الفلسطيني ضد هذه العملية، يعني الشعب الفلسطيني ضد هذه العملية لسببين. السبب الأول أنه عانى هذا القصف وعانى مثل هذه الغارات، والشعب الفلسطيني أيضا يتساءل لماذا تخرج الطائرات في قصف شعب يمني مستضعف ضعيف بغض النظر عن المبررات الموجودة هنا أو هناك، ولم تخرج الطائرات مرة واحدة من أجل نصرة الشعب الفلسطيني. يعني الشعب الفلسطيني يتساءل، وهنا نجد أن هناك في انفصال بين القيادة الفلسطينية في هذا الموقف وبين الشعب الفلسطيني. ربما بالنسبة إذا وقفنا ما الذي يمكن أن تحصل السلطة الفلسطينية؟ لربما تستطيع أن تحصل على مكاسب اليوم يمكن يعني لنا يعني أن نرصدها. حركة حماس تسعى على مستوى المؤسسات الدولية وعلى مستوى جامعة الدول العربية وعلى مستوى علاقتها الثنائية مع بعض الدول العربية من أجل فتح معبر رفح، فتح إنساني يعني ولمدة محدودة وأيام بالأسبوع مش كل الأسبوع. هذه النقطة الأساسية سيد تيسير الخطيب، ومع ذلك لم تأخذ شيئا. اليوم أنت عندما تكون في محور فيه المملكة العربية السعودية ومصر فأنت تصل إلى هذه الخواتم التي تحدثت عنها، قطاع غزة، موقع ما هو الخلل شكل من القطاع، فتح المعابر، يجب أن تعول على نحن نجني ما فعلناه سابقا. عندما تأتي حركة حماس، مع احترام الشديد لحماس ولفتح وللسلطة وللجميع، عندما تأتي حركة حماس وتدخل في مسألة سلطة ومسألة حكم هي ستضطر إلى اتخاذ هذه المواقف. لو حركة حماس هي حركة تحرر وطني أو حركة مقاومة لم تكن لتضطر. يعني إحنا بندفع هذه الأثمان حتى مثلا الآن، وإن كان هذا مش موضوعنا الآن، في اشتباكات في مجموعات مؤيدة لحماس في مخيم اليرموك مع داعش، علما بأنه هذا كله يأتي نتيجة يعني عدم قدرة على رؤية المستقبل والتخطيط للمستقبل. كان لو إحنا كفلسطينيين حيدنا وضعنا في سوريا لم نقف لا مع النظام ولا مع الذين يستهدفون النظام، كان وضعنا إحنا في فلسطين أفضل. عندما تتخذ المواقف ثم ننتقد هذه المواقف إبان اتخاذها، يقال لنا لا أنتم في النهاية بتنتقدوا بتصادروا النوايا أو بتشككوا في النوايا، ولكن فيما بعد نجد الكوارث. إذن الكارثة الحقيقية أن نقبل بالوضع الذي يطلب فيه من الفلسطينيين أن يتخذوا مواقف
في الوقت الذي يتخلى الجميع عن الفلسطينيين. طيب وفقط حتى يعني للإشارة، ونحن نذكر أن غارات التحالف السعودي طالت المدنيين، هذا ليس فقط يعني كلام نقوله، هذا بناء على مؤسسات ومنظمات طبعًا دولية حقوقية وإنسانية، بغض النظر عن جوهر ما تقوم به هذه الغارات ربما الدوافع والأهداف إذا كانت صحيحة أو لا. لو سمحت لي نص دقيقة بس، هو وين الإشكال في المواقف؟ لو بدنا نيجي الآن نحلل المسألة في جانبها الأخلاقي حتى نتخذ موقف، الصراع اللي موجود في المنطقة الآن أو في اليمن هو ليس صراعا طائفيا، هو صراع جيوسياسي. نعم. يعني لو إحنا في النهاية أخذنا هذا المعيار لنتخذ بناء عليه موقف، وربما هو كذلك. دعنا ننتقل مجددا للسيد محمد الكتري. الصراع في اليمن صراع جيوسياسي كما يقول ضيفنا سيد تيسير الخطيب، وهو كذلك بالنسبة لحركة حماس يجب أن يعني موقفها من اليمن فهم بإطار بعينه بالنظر اليوم إذا ما نظرنا لحركة حماس وعلاقتها مع إيران. إيران اليوم تخرج تقريبا باتفاق أولي إطار عام لحول ملفها النووي، وتتجه ليكون هناك اتفاق نهائي. يفترض لحركة حماس أن تعلن ربما موقفا أو مكانا بين ضفتي دول الإقليم. يعني قضية الاتهام أنه إيران بدها تصنع قنبلة نووية والاتفاق اللي تم يختلف عن موضوع اليمن. أنا أسألك عن دور إيران اليوم بعد هذا الاتفاق، ونحن نتحدث عن أحلاف تتشكل في المنطقة. اليوم حركة حماس لطالما كانت في تحالف مع إيران، فترة هذا التحالف بشكل أو بآخر حول الملف السوري، اليوم تعود مجددا ويبرز هذا التطور في اليمن في إطار هذه الصراعات بين المملكة العربية السعودية وتحالفها وإيران أيضا في محور المقابل. مكان حركة حماس أين سيكون؟ كيف ستتأثر بدخول إيران ما بعد الاتفاق النووي محررة من العقوبات معها شرعية دولية كدولة نووية؟ احنا مع طهران في موضوع المفاعل، واللي تم الاتفاق لسنا ضد إيران في موضوع الاتفاق، بل ندعم إيران ببناء تكنولوجيا حديثة وتطور تكنولوجي في داخل إيران. لكن موضوع اليمن موضوع حساس جدا، وحقيقة أن ندخل نحن كفلسطينيين في هذه المعادلة فيكفي. طيب سيد كتري أنا سأحررك لربما، اليوم حركة حماس مرتبطة ارتباط عضوي بجماعة الإخوان المسلمين، عندما يكون هناك رهان رئيسي بالنسبة لها في العلاقة مع المملكة العربية السعودية في محور الآن أو تحالف يتشكل قائم على علاقة جديدة مع مصر، علاقة جديدة مع تركيا، سينعكس إيجابا على مكان حركة حماس بالنسبة للتعويل الموقف السعودي ووساطة مع مصر، وبالتالي انتعاشة من جديد لحركة حماس. نحن لا نربط المواقف الدولية سواء في مصر أو في الأردن أو غيره، نحن حركة تحرير وطني فلسطيني في داخل فلسطين، ولا نتدخل حقيقة لا في واقع لا سوريا ولا في واقع يمن ولا في واقع مصر. نحن جل همنا أن نتفق ونذهب سويا مع من يقاتل من أجل تحرير فلسطين حقيقة، سواء من طهران، من أفغانستان، حتى من باكستان. فنحن مع من يعادل القضية الفلسطينية ويقف إلى جانب البندقين الفلسطينية في سبيل تحرير فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية. طيب. نحن لا نتدخل ولسنا نرغب في الدخول في الخلافات سواء في سوريا أو في اليمن أو في بغداد أو في أي بلد عربي. نحن نبتعد عن جميع الخلافات، أن نقع في الأخطاء التي وقع فيها غيرنا وحمل وزرها حقيقة. بالعودة إليك سيد تيسير الخطيب، ونحن نقف عند مكان اليوم حركة حماس بين ذلك التحالف للمملكة العربية السعودية وأعطي خلفيات أيديولوجية، وباتجاه إيران التي لطالما دعمت حركة حماس في مقاومتها، إضافة لفصائل فلسطينية أخرى في مقاومتها ضد العدو الإسرائيلي، إلى أي حد يمكن المراهنة على تغير اليوم في موازين المحاور لنرى انعطافة لحركة حماس تستطيع أن تستثمر فيها حلحلة في أزمات
ألحقت فيها حول ارتباطها بجماعة إخوان المسلمين؟ أنا بدي ألقي هيك إضاءة تاريخية سريعة على علاقة حماس بإيران. في الفترة التي سبقت الأحداث في سوريا، العلاقة الإيرانية مع حماس كانت علاقة ممتازة جدا، وكانت علاقة مريحة لحماس بشكل كبير، على أساس بأنه لم تكن إيران تطلب من حماس أي مواقف ظاهرة أو علنية، أو حتى أن تعلن حماس عن المساعدات التي تقدمها إيران إلى حركة حماس. ومن أجل ذلك كانت حماس في وضع مثالي، يعني هي تستطيع أن تقيم علاقات استراتيجية مع إيران من ناحية، وتستطيع أيضا في الجانب اللي له علاقة بعلاقاتها السياسية العربية أن تكون يعني قادرة على نسج علاقات مع الجميع دون أن يكون هناك تناقض. بعد أحداث سوريا وقعت المشكلة الحقيقية، أنه صار أمام حماس خيارين، إما بدها تقف مع إيران وسوريا، أو بدها تقف مع المحور الآخر، أو بدها تعلن حيادها. أنا بتصور برضو كمان تأسيسا على ما كنا نتكلم فيه، كان على حماس أن تعلن حيادها في هذا الأمر وأن تدعو إلى حل المشكلة بشكل سلمي. حركة حماس هي حركة إسلامية، وحركة هي يجب أن تقف دائما مع المجهودات اللي بتصب في صالح الناس وفي صالح الدول العربية. يعني إحنا كفلسطينيين أو كحركة إسلامية، إذا قلنا حركة حماس حركة إسلامية، من حقها أنها تدعو للجميع أن يتصالح، أن تسعى أيضا كمان، يعني كان حركة حماس تملك الأهلية في بداية الأحداث السورية أن تنسج علاقات أو تقرب في المواقف. ولكن المشكلة الآن بعد أحداث سوريا أصبحت أمام حماس مشكلة كبيرة جدا، ومن أجل ذلك أنا قلت في بداية اللقاء بأنه حماس يعني أصدرت هذا البيان وهي تتجرع السم. وإحنا شفنا الأخ الكتري تقريبا في كل مداخلاته تحدث عن أنه الأمر حساس، الأمر حساس، الأمر حساس. بالفعل هو الأمر يشكل حساسية بالنسبة للإخوة في داخل حركة حماس. ولكن نحن لم نؤسس كفلسطينيين، وهنا أعيد وأكرر، موقف نقول فيه للعالم يا شعوب العالم العربي قفي معنا، لا تطالبينا باتخاذ مواقف في قضايا لها علاقة بخلافات. وهذه المواقف بالمناسبة هي لا تقدم ولا تؤخر، وإنما طبعا المستكبرين والمعتدين يريدوا من يقف معهم في مواقف معينة من أجل أن يقولوا هؤلاء أيضا معنا. طب هل يمكن أن فكرة التحالف، فكرة التحالف السني، المشكلة في المنطقة ليس مشكلة سنية شيعية. وأنا أعتقد أنه صدام حسين كان أذكى من القيادة السعودية عندما شن حرب لمدة 8 سنوات على إيران، وأبعد الحرب عن أي صبغة طائفية، ومن أجل ذلك كان أذكى في هذا الأمر بغض النظر عن الأخطاء اللي ارتكبها فيما بعد. الآن موضوع طرح المسألة كطرح طائفي، طرح هذا مدمر يعني. وأريد أن أقول للإخوة في حماس والإخوة في فتح، ما يرونه الآن، إحنا اليوم في اليوم 8 و9، كل هذا التحالف أو الموقف حول هذا التحالف يتآكل الآن. يعني نحن سمعنا تصريحات سعودية تقول أن ماليزيا وأندونيسيا تؤيد العملية، ثبت فيما بعد أنها لا تؤيد العملية. نحن سمعنا أن باكستان من أول لحظة هي منخرطة في هذه العملية، ثبت بأن باكستان ليست في هذه العملية. حتى التصريحات التي أصدرها الجنرال السيسي بأن أنه يؤيد هذه العملية، ثبت فيما بعد أنه لا يؤيد هذه العملية ولا يستطيع، قد يرغب ولكنه لا يستطيع لظروف مصر الداخلية. بالأمس كان في تصريح للقيادة التركية، تصريح واضح، إثر اجتماع بين رئيس الوزراء التركي ورئيس الوزراء الباكستاني، دعوة واضحة وصريحة إلى حل المشكلة بالسبل السلمية. إذا نحن، لأنه هذا طرح ملازم كان للعملية العسكرية، أنه دعوة أو تعزيز للحل. لا لا لا, لا هذا الطرح لا نجده في هذا الطرح لا نجده في مكان آخر. هذا الطرح لا نجده في مكان آخر، وهذا الطرح مهم جدا ويجب أن ننتبه له، ننتبه له بصفته مؤشر على تآكل الموقف الداعم لهذه العملية. وهذا التآكل له سبب، إنه العمليات القائمة على استخدام سلاح الجو لا تستطيع أن تحسم المعركة، ولا بد من وجود قوات برية. يعني هذا موضوع في حسم المشهد، نتكلم لكن فيه حتى نبقى في زاوية ربما التأثير الآن. يعني من يراهن يا ست رامية، من يراهن على إنه هذا التحالف سيحقق شيء؟ هذا التحالف يتآكل ولن يحقق شيء. وكنا كفلسطينيين يجب أن نصبر مدة 10 أيام أو 15 يوم دون إصدار موقف حتى تتبين لنا جلية الأمر. طيب أنتقل إليك سيد محمد
محمد الكتري إذا أرد أن تعلق على بعض ما ذهب إليه سيد تيسير الخطيب. يعني أنا لا أريد حقيقة أتحدث كثيرا. حساسية الموقف بالذات في اليمن، ويمكن من بداية الحديث قلت أنه بجميع الطوائف وبجميع الفئات وبجميع الأحزاب اليمنية كان موقف للمقاومة الفلسطينية حقيقة. طيب. في فلسطين وهذا وضحته أكثر من مرة سيد كتري. خيارات حركة حماس اليوم هل تبدو محصورة بعد هذه التطورات بين أن تكون في محور دون آخر بين إيران والمملكة العربية السعودية؟ اسمعيني، لسنا مع أي محور كان سواء وزن بالذهب أو بغير ذلك، مهما كانت الأمور ومهما كانت المعطيات ومهما كانت المبالغ المالية من هذا أو ذاك، فنحن نرضى بالقليل مهما كان، ولا نرضى شراء ذمم وحساب أولويات وتحزبات وتحالفات. نحن مع كل عربي ومسلم يتجه باتجاه فلسطين، ونحن مع كل مسلم ينصر فلسطين، ولا نذهب إلى الخلافات الداخلية والطائفية بين هذا أو ذاك. نحن بعيدين كل البعد عن أي خلافات وفئات مهما كانت الأسباب والمسببات، ولا نريد حتى شتم أي كان مهما كانت أشكرك. الأسباب والدواعي من هذا أو ذاك. طيب. فقط بنقطة بشكل سريع بدقيقة سيد تيسير الخطيب، سقف المطالب التي أو الأهداف التي يمكن كان يفترض العمل عليها أو كان تنشدها بعض الفصائل الفلسطينية، وتحدث تحديدا عن حركتي فتح وحماس، هل يمكن ونحن رصدنا لبعضها، هل يمكن أن تصل إليها في تموضعها في محور بعينه؟ أول شيء يعني ما سمعته مؤخرا، يعني آخر فقرة تحدث فيها الأخ الكتري، كنت أتمنى أن يكون هذا هو موقف حماس بالفعل. هو قال عبارات جيدة جدا وصاغ مواقف ممتازة جدا، لو كان هذا الموقف كان شيء عظيم جدا، لأنه بالفعل نحن المسؤولين الفلسطينيين، الآن المحللين السياسيين لهم مواقف تانية، المسؤولين الفلسطينيين يجب أن لا يأخذوا طرف ضد طرف، وحتى كمان لو هم أخذوا طرف في تأييد يعني حركة أنصار الله أو الحوثيين وعلي عبد الله صالح، نحن لسنا نقول لهم غلط تأخذوا هذا الموقف أيضا، نحن نريدهم أن يبتعدوا عن هذا الأمر، لأنه الجسم الفلسطيني ضعيف ولا يحتمل هذا الأمر، لا يحتمل هذا الأمر إطلاقا. نحن نريد أن نجنب لا ننتهى الوقت. في الجوهر إذا كانت حركة حماس تريد أن تعود في انتعاشة السياسية بعد ما حصدته ربما يعني الإظهار أكثر ميولها للأهداف لجماعة أخوان المسلمين كما يقال، أو كان ما تريده السلطة من خلال هذا التحالف، هل فعلا يمكن أن يعطيا هذه الأهداف أو يصلا لسقف هذه الأهداف؟ لا، لن يصل، لأنه كل الصراعات الداخلية، هذه الحروب بالمناسبة التي تحدث في المنطقة هي حروب يعني في النهاية لا تؤدي إلى أهداف، يعني إحنا في زمن الحروب العبثية، الحروب التي لا تحقق أهداف ولا تحقق إنجازات. إحنا أيضا بصراحة لا نحب كمان حتى كمان للسعودية أن تتعرض للضرر، لا نحب لليمن أن يتعرض للضرر، عندما يعني قبل للأسف الشديد قبل أن تستنفذ سبل السلام نذهب إلى الحرب، وهذه الحروب عادة يعني إحنا الفلسطينيين آخر من يجب أن ينخرط فيها أو يتخذ فيها مواقف، لأنها حروب عبثية. نعم. لا تحسم أمرا ولا تحقق مصلحة لأي طرف من الأطراف. الكاتب والباحث الفلسطيني سيد تيسير الخطيب ضيفنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك، ونشكر أيضا من قطاع غزة المحاصر القيادي في حركة حماس محمد الكتري، وأيضا نشكر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح سيد أمين مقبول، اضطر لأن يغادرنا لالتزام له علاقة في اجتماع خاص بحركة فتح، نشكره بكل الأحوال، كان معنا عبر الهاتف من نابلس، وكل الشكر لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.